كل مرة أجيب يعمل فيه كل مرة في مبلغ هيك بيعمل فيه اللي هو وأنا السبب أنا لازم أقدم لهم هذول أولادي أنا مسؤول عنهم أنا مش عم بقدر أعيش نفسي فكيف بدي أعيش علي معك مي زرقاء بصيري عمية قاعدة بالقرني انت شو بتعمل أنا ري وجبتي نعمل عملية لو بدي أصحى بعمل عملية أنا بلاقي حالي ملك مع إني أنا أندر داون يعني تحت التحت